السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدني أكون معكم زملائي وزميلاتي الكرام، نتابع بسلسلة All About Irrigation in Endodontics. نحكي اليوم عن تقنية الـ Passive Alternation Devices في سياق عملية الـ Irrigation، مثل الـ Rins Endo، مثل الـ Endovac. بداية بدي أشير لوسائل التواصل الاجتماعي، سواء عن طريق الروابط أو عن طريق الباركود. أيضا بدي أكد على تشجيعكم إلي للاستمرار من خلال اللايك، من خلال الشير والكومنت. خلونا نبدأ. تقنيات أيضا الآلية في عملية الأجيتيشن هي الـ Pressure Alternation Devices. والفكرة بهذه التقنية أنه نحن بشكل عام مع الإيريجيشن عندنا مشكلة أنه المحلول ما بيوصل للإيبكس، وكونه الإيريجانت ما بيقوم بفعله whatever الفعل المراد اللي عم نستخدم الإيريجانت مشانه إلا بالتماس المباشر مع الجدران. من هون كانت الفكرة أنه نحن لازلنا بحاجة لطريقة توصلني بالتأكيد الإيريجانت للإيبكس. والحقيقة بالرغم من أنه كان في كثير من الطرق لعملية الوصول للإيبكس، بس كان دائما هناك خطر التسرب عبر الذروه وحدوث الحوادث حقن خارج الذروه، خاصه مع الهيبوكلوريت الصوديوم. ومن هون كان البريجر التيرنيشن ديفايسز فكره معقوله لحتى تحل لي هاي المشكله. فبالتالي فكره النيجاتيف بريجر او فكره الالتيرنيشن ديفايسز او الالتيرنيشن بريجر ديفايسز هي انه نحن بنفس الوقت اللي نحن نسحب او نشفط الهواء من داخل الحيز اللي هو القناه، في نفس الوقت يتم عمل ديليفري للايرجنت، وبالتالي بيستطيع بهي الحاله الوصول لكل المناطق الفارغه، وخصوصا طبعا الديد ايريا اللي هي عاده تكون كما قلت الـ 2 ميلي الابيكال، وبالتالي تغلب على ظاهرة الفيبر لك. أشهر الأمثلة على الـ Pressure Alternation Devices هي الـ Rins Endo، وهو بيعتمد مبدأ الضغط السلبي Negative Pressure من خلال استخدام تقنية الشفط عن طريق الضغط. Rins Endo Device أوجدته شركة دور دينتال، وبيتكون من قبضة أو هاندبيس تيتانيوم موصولة تنوصل مع الكمبريسور الجهاز، وعندي كانيولا بطول 7 مليمتر مفتوحة من الخارج، وسيرنج بيحوي المحلول اللي أنا بدي أقوم بحقنه، وبيعتمد اهتزازات تقريبا بتردد 1.6 هرتز. اهتزازات بسيطة، لكن الفكرة منه أنه هو خلال مرحلة الشفط المحلول المستخدم والهواء بينشاله من القناة، فتلقائيا لما بصير القناة فارغة تماما، فرغتها من الهواء ومن الإيريجانت، بتمتلئ بمحلول جديد. وهي السايكلز من الضغط إن أوت بتتكرر تقريبا 100 مرة بالدقيقة. بس الحقيقة لا يزال مع هذه التقنية هناك خطر من التسرب. نشوف هذا الفيديو اللي ببين لي طريقة عمل جهاز الريز إندو. هذا هو الجهاز الريز إندو، مثل ما حكينا التيتانيوم هاند بيس والمايكرو كانيولا، وصوله بالسيرنج اللي بيتم ضخ باستمرار الإيريجانت عبرها. فمثل ما احنا شايفين عملية الحقن بتتم بنفس الوقت، التيوب للطرف الآخر بيعمل شفط كامل للهواء والإيريجانت والديبريس. من الأمثلة أيضا على الديفايزز اللي تنتمي لطائفة الالترنيشن بريجر إندوفاك من كير إندودونتكس، بيعتمد على الضغط الذروي السلبي أو النيجاتيف إبيكال بريجر. بيتم وضع السوليوشن بالحجرة عبر الماكرو كانيولا، ومن ثم بيتم عملية شفطه لداخل الجذر قبل إعادته عبر إبرة أخرى الرفيعة اللي هي المايكرو كانيولا. والحقيقة انه مع الاندوفاك الستاديز اكدت على انه فعلا يقل خطر التسرب ويكون هناك تنظيف جيد وفعال. الاليجانت المستعمل كان هو الهيبوكلوريت الصوديوم، وتم استعمال كانيولا حتى 1 مليمتر من الذروة. بيتكون الاندوفاك من 3 مكونات، الاولى اللي هي الماستر ديليفري تيب اللي هو الحقيقة بيأمل الارواء والشفط للمحلول بنفس الوقت، وبيتصل بالسيرنج.
ايضا الماكرو كانيولا اللي مثل ما قلت هي بتتكفل بعمليه الساكشن للإيريجانت من الشامبر ومن الكورونال والميدل ثيرد اوف ذا كانال. بتكون عاده بلاستيكيه مصنوعه بلاستيك مرن وبتكون نهايتها مفتوحه تقريبا نص ميلي. ايضا العنصر الثالث هو المايكرو كانيولا اللي بتكون من ستانلس ستيل فيها 12 فتحه مجهريه تقريبا بقطر 1 بالعشرة ميلي، بين كل فتحه واخرى تقريبا 2 بالعشرة ميلي، بتامل لي الارواء على كامل الابيكال ثيرد اللي هي المنطقه عاده الديد زون او اللي بتكون فيها الفقاعه الغازيه اللي بتمنع الايجنت يوصل عاده لهي المنطقه الهامه او الاهم في عمليه الديسنفكشن خلال عمليه المعالجه للجذور. بتكون طبعا النهايه مغلقه، بتكون كل الفتحات هاي سايد فينتد. طبعا الماكرو والمايكرو كانيولا بيتصلوا عبر انبوب بالساكشن نفسه تبع الدينتال يونت. فعمليا الماكرو بتعمل لي الارجيشن داخل الشامبر والمايكرو بتعمل لي ارواء داخل الابيكس، بتكون ستانلي ستيل مع فتحات صغيره جانبيه باربع اتجاهات تقريبا 12 فتحه، ثلاثه في كل اتجاه، وتكون نهايتها طبعا مغلقه، ومن هون اجت السيفتي تبعها مقاسها 30 جوش، وبتستخدم لكامل الطول العامل للقناه. عمليا بيتم وضع المحلول بالحجره، يعني نحن بنحطه في الشامبر ما بندخل داخل الكنال بعدنا، بيتم شفطه لداخل الجذر واعادته عبر ابره رفيعه اللي هي المايكرو كانيولا. دراسه نيلسن بال2007 قارنت تاثير الاندوفاك، وجدت انه هو اكثر فعاليه في ازاله الفضلات بالثلث الذروي لحتى مستوى 1 ملم، وايضا انه هو اكثر فعاليه مضاده للجراثيم من الارواء العادي. اكدت دراسه هوكيت وميلر 2008 ايضا هذا الامر. ايضا دراسه شين فيترو ستادي اكدت على انه الاندوفاك خلى او ابقى اقل كميه من الدبريس مقارنه بالارواء مع النيدل 30 جوج. فمن هون احنا بنقدر نستنتج انه هو فعلا يعتبر محسن لعمليه الاريجيشن والاجيتيشن والنتائج المرجوه منها على مستوى كامل الجذر. خلونا نشوف هذا الفيديو يوضح لنا ايضا اليه عمل الاندوفاك. طبعا عمليه الاريجيشن بتبدا مع عمليه الانسترومنتيشن نفسها، والام دي تي مثل ما احنا شايفين بيامل لي دائما الدليفري اريجانت. نحن بعد ما انتهينا من عملية الانسترومنتيشن بتم التزويد بالام دي تي الاريجانت، وبنجيب الماكرو كانولا يلي بنستخدمها تقريبا 30 ثانية بحركات اب داون تقريبا للثلث المتوسط للقناة، بتأمل لي عملية دليفري للاريجانت في حركة الان وشفط في حركة الاوت. وعلى مستوى الشامبر الام دي تي بتقوم ايضا الدليفري والشفط. بعد هيك المايكرو كانيولا نحن بنحدد الطول العامل وبندخلها لكامل طول القناة من أجل إزالة الديبريز على كامل طول القناة مثل ما احنا شايفين. عملية الضغط السلبي هي عمليات الشفط والدفع باستمرار بتأمل لي الإريجيشن بالشكل المطلوب. تقريبا نحن مع الاندوفاك من المحبذ يكون استخدام الإيرجنت حتى 5 دقائق. بطبيعة الحال ممكن حتى استخدام الاندوفاك مع إديتا بدل الـ NOCL إذا كان الغرض إزالة السمير لاير. ما شايفين هاي نهاية المايكرو كانيولا اللي واصلة لنهاية طول العامل تقريبا بفتحات 12 بتعمل لي عملية إيرجيشن شفط. الماكرو كانيولا على مستوى الشامبر والمايكرو على مستوى فبيتم عملية شفط كامل للديبريز وللهواء وللإيرجيت، وبيرجع بيتم تزويد مرة أخرى بالسوليوشن من جديد. نستخدم مع الابيكال نيجاتيف بريجر إيرجيشن مثل الاندوفاك، نستخدمه تقريبا لمدة 5 دقائق لحتى يعطيني التأثير المراد. دراسة أخرى أكدت على أنه الإندوفاك مايكرو أند ماكرو كانيولا ما أدت لتجاوز الإيرجانت خارج الإبيكس. بالنهاية بدي أشكركم زملائي زميلاتي لاستماع للمحاضرة، بتمنى أنه كانت محاضرة مفيدة. مبارك لكم قدوم شهر رمضان الكريم، كل عام أنتم بخير، وإن شاء الله نستمر للمتابعة في المحاضرة القادمة للحديث عن الليزر أكتيفيتد
irrigation وهي تقنية أصبحت حديثة وهامة في سياق عملية الإيريجيشن. أيضا بدي أشير لأنه إن شاء الله أعتزم في السلسلة القادمة أتكلم عن أحد ثلاث مواضيع بالإمكان أنه تطرحوا علي في التعليقات الموضوع اللي بتحبوا أنه نتناوله. المواضيع الثلاثة هي حتكون إما الحديث عن كورس متكامل في عملية الدينتال لامينت فينير، صناعة الاندايركت فينير. الموضوع الثاني هو يتعلق بصناعة الأجهزة الكاملة الكمبليت دينتشرز من البداية وحتى من تشخيص وحتى تسليم الجهاز. الموضوع الثالث إن شاء الله هو الموضوع كورس متكامل لتقوية الجانب الطبي عند طبيب الأسنان للتعامل مع الأمراض المختلفة، مع الإسعافات المختلفة، مع التأثيرات الدوائية والتداخلات الدوائية، وأيضا ثابت الوصفات الأدوية المختلفة اللي بنحتاجها في عيادة الأسنان. أتمنى إذا كان الفيديو عجبكم تشجعونا من خلال اللايك والتعليق والمشاركة والاشتراك. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.